السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، جبت لكم اليوم تحلية الشوكولا. إليكم المقادير، عندي جوج كيسان حليب، هي 250، هي 500 مليليتر حليب، نصف لتر. وعندي زوج مغارف مايزينا، مغرف كاكاو، وثلاث قطع شوكولا، وعندي علبة تفلون شوكولا، علبة تفلون شوكولا. ولا ما عندكم، لا عندكم تاع الكيلو، ديروا ثلاث مغارف كبار. نبدأ على بركة الله، نفرغوا الحليب، نديروا جوج مغارف مايزينا، ما نديروش السكر خاطش الفلون راه حلو. وعلبة الفلون 50 غرام، نزيدو الكاكاو، نديروهم فوق النار. راهي تقالت، تدير فقاعات ونديرو فيها ثلاث حبات تاع الشوكولا باه يذوبو. طفو عليها، طفو، نقعدو نحركو، نفرخوها في الصحن. نفرخوها في الصحن ونغطوها، نغطوها ونخلوها تبرد. من بعد نولي لكم، من بعد اللي بردت الكريمه شو كتولي، نديروها نفرغوها. ندير عليها زوج مغارف بودرة شانتيي، زوج مغارف بودرة شانتيي، ونخلطو كاع المكونات، نخلطوهم بالباتر، نخلطوهم كيف تتولي كريمة رطبة. أنا حطيت، أنا درت الكريمة تاعي هنا في لابوش، فرغتها في لابوش باه نديرها في الفيغيل في الكؤوس، نفرغها نضرب في الكؤوس. اللي عندكم نتوما زوقوها باللي بغيتو. انا عندي لي بيبي تاع الشوكولا، نشبعها بيهم كيما تبغوا ديروا نتوما، تشبعوا ومغصو تاع الشوكولا. وصحة فطوركم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي، وشكرا.